يعني تحدث عن أن السياحة بإمكانها أن تنهض في بلدان ويعني تجعلها في ركب التقدم والحضارة فقط مقابل الثروة التي تدخلها على تلك البلدان. إذا ما استطعنا أن نتحدث عن بلداننا العربية، نتحدث عن الحضارات، عن الثقافات، عن الجمال الساحر للشرق وأيضا للحكايات التاريخية المرسومة على جدران الدول العربية في كل مكان، خاصة لما نتحدث عن بلدان مثل مصر، مثل الأردن، مثل العراق وأيضا فلسطين. ما هي التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الدول للحد من السياحة أو تقف عائقا أمامها وأمام السياحة؟ أنا مبسوط للشعر اللي أنت قلتيه، يعني فعلا يعني إحنا نستاهل فعلا هذا الشعر اللي يقال فينا عن مقاومتنا السياحية. والعائق زي ما حضرتك في الآخر قلتي أن إحنا دول نملك مقومات سياحية ولكن لسنا دول سياحية للأسف. فعشان نبقى دول سياحية، إذا كان مصر أو الأردن أو فلسطين أو العراق، لازم نبقى دول سياحية، بمعنى أن جميع حكومات هذه الدول تأخذ منظومة السياحة كمنظومة أولى وبناء عليه يشتركوا، لأن السياحة مش منظومة واحدة ومش جهاز واحد، لأن جميع أجهزة الدولة بتشترك في السياحة. زي ما حضرتك قلت يا أستاذة ياسمين، في طبعا غير أنه هو بيجي بيشوف مكان أثري، غير أنه هو بيستمتع بالثقافة، غير أنه هو بيستمتع بشواطئ عالمية، هيبقى لازم برضو يبقى عنده المطاعم، يبقى عنده الناس اللي بيحتك بيهم، يبقى عنده الثقافة دائما. لو احنا بنتكلم حضارة العراق، من أقدم حضارات التاريخ بالحضارة السومرية وحضارة بابل والأثار العراقية القديمة وحضارة النهرين، احنا حتى الحضارة الفرعونية القديمة أو حضارة المصريين القدماء كانوا بيقولوا حضارة النهر المعكوس، كان بالنسبة لهم النهر في العراق معكوس، لأن النهر عندنا نهر النيل طبعاً. العظيم بيأتي من الجنوب إلى الشمال، ولكن نهر العراق كان بيأتي من الشمال إلى الجنوب، فعشان كده أطلقوا عليه النهر المعكوس. وطبعا حضارة عظيمة عندنا الأردن، الأردن وجمال الأردن، فحضارة عظيمة وأماكن. وبعدين أنتوا عندكم طبعا الأنبياء ومسار الأنبياء، يعني عندكم دفن سيدنا موسى في الأردن. نتكلم على فلسطين، فلسطين اللي تجمع الشرق كله، بتجمع الأديان كلها، بتجمع طبعا طبعا مقام سيدنا إبراهيم موجود هناك، المسجد الأقصى الذي صلى به جميع الأنبياء، الأماكن الأثرية اللي موجودة في فلسطين أماكن جميلة ومهولة.